السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم غتشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم البنات عندنا كما العاده في الصاله، غنفصل معاكم هاد التويبات هادو ديال المخاوير. هادو كيجيو من الامارات وكيجيو من السعوديه. كيجيو فسميتو ديالهم زوينين، كيجيو قمايص زوينين كما كتشوفوا. الكول ديالو راه مصايب، تعرفوا غير الطريقه ديال كيفاش تفصلوهم وتنطيوهم. عندي هاد الاحمر هذا، شتو كي دايرين؟ هادو كيقول لهم مخاوير. نبدا معاكم دابا البنات الفصاله ديال هذا، وريكم الطريقه كيفاش. التوك كتكون فيه اغلبيه كتكون 3.5، 3.5 هي اللي كتخرج، حيت ما فيهش العرض، هو فيه على الطول. كتنيو التوب على طوله، يعني كتشدو التوب كتنيو على طوله، الطول ديال التوب على هذا الشكل هذا. كنتنيو التوب على الطول ديالو، كنجبد البنات توب بحال ما هكا، ونشد الطول ديال الكنيله ديالي. عندها متر و 42، غنشد متر و 42 زائد سنتيمات ديال المونتاج. نعبر هنايا متر و 42، متر و 42 غنزيد عليها 5 سنتيم، 5 سنتيم هي متر و 47. هاهي جاتني هنايا متر و 47. اش غندير دابا؟ غنعاود نتني التوب على 4 باش نفصل الظهر ونفصل الضفة معاهم تبقى وحدة. كنتني من هنايا كنجبد الطول ديال التوب الاخر اللي بقى ليا لتحت، كنجبدو من هنايا وكنعاود نتني على 4 على الشكل هذا باش يعطيك مسدود من القدام. كتعاودي تني على 4 وهذا البنات اللي شايط هنايا راه فيه الكمام، هذا اللي غايشيط ليا الفوق راه فيه الكمام. هاهي التوب ديالي مزيان باش ما يجيش نيش مضيكالي. اهم حاجه تركزوا عليها البنات هو الكول، يعني باش ما يجيكمش الكول مديكالي في الفصاله، حيت الا جاكم مديكالي في الفصاله راه التوب ديالكم كامل راه مشى. كما كتشوفوا معايا راه هانتوما كيعطيكم هاد الزياده هذه باش تشدوا بها العبار ديال التقويره ديال الكول، يعني ديك 8 سنتيم باش كندخلوا راه كيخليوها لكم هما. يا هنايا ها هي زايده، صافي راه فيه هو التقادة ديال التوب. صافي
هو دابا البنات دابا مقاد غنعاود نعبر الطول ديالي نشوف واش خليت نفس الطول من هنايا نبدا من هنا صافي مزيان البنات الطول هو هذاك دابا هاد الشياطه اللي شايطه عليا هنايا هي الكمام شفتوا هاد الطريزات هادو هنا فين غنخرج الكمام ديالي دابا غنبداو الفصاله ديالنا على بركه الله الكليانه ديالي عندها 42 في الكتاف غندير ليها 21 42 مقسومه على جوج هي 21 غنديرو هنايا 21 21 ها هي 21 ها هي 8 سنتيم ديال دوره العنق ها نتوما البنات غنعاود عاوتاني من جديد جات عندي واحد الكليانه ما بقاش عارفه حتى فين وصلت المهم عندها في الكتاف 42 غنديرو 21 سنتيم في الكتف ديالي ها هو وغندخلو ب 8 سنتيم ها هي غنطيحو الكتف ديالي من هنا لهنايا غنعبرو التركيز غنديرو 26 كنشدوها كنقسموها على جوج بحال ما هكا كنقسمها على جوج وكنطيح الكتف ديالي 3 سنتيم ها هي وهنايا دوره العنق كنطيحها 2 سنتيم كنطيح الكتف ديالي 3 سنتيم هو سطرتو بالنسبه للصدر عندها 32 غنديروا 33 بزياده ديال الخياطه 33 سنتيم ها هي وغنجي لهنايا غنعبر 14 وغنعاود 14 اخرى لي هونش 14 كندخل في الحزام 2 سنتيم درنا 33 غندير 31 دابا في الحزام وفي لي هونش دوره لي هونش عندها 34 غندير ليها 35 بالخياطه 35 ب زائد سنتيم ديال الخياطه صافي دابا بحال هكا غنضبر التركيز ديالي بحال ما هكا كتشوفوا معايا التركيز ديالي وغنسطر هنايا الحزام للصدر وغنسطر من هنا ليهونش وفي الجلايل التحت غندير 45 سنتيم 45 ها هي هنايا 45 وغنسطرها حتى لتحت نجر شويه بحال هكا 45 تال تحت بحال ما هكا 45 سنتيم صافي غنهز الجلال هنا بواحد 3 سنتيم لتحت 3 سنتيم صافي دابا البنات ها هي كانت مناسبة يبان لكم الطراساج مزيان دابا غنجي وغنقطع من هنايا نتأكد في الكول ديالي واش مقاد قبل ما نقطع يعني واش كلشي هو هذاك صافي دابا غنقطع ها هو هنايا غندور 8 سنتيم دوره العنق 8 سنتيم غنطيح الكتف ديالي غندور التركيز كنحل الثوب من التحت يعني بلا ما ناخذ فيه باقي كنحلو غير من التحت بحال هكا كنحل وكنجي لهنايا كنهز ديك 3 سنتيم اللي عندي في الجيب صافي يا البنات ها هو الفوفا ديالي وغنحيد هاد الزياده هادي ديال الامام صافي ها هو دابا الطوفه الاماميه ديالي وها هو الظهر يعني فصلتهم هادو دقه واحده
غندوز دابا نفصل الكمام، ندير الكمام ديالي هما هادو، هذا هو الطبق اللي شاط ليا دابا وفيه هاد الطريزات هادو الكمام. كنحطوا الطرزه على اختها يعني باش ما يجيناش الثوب مديكالي، اهم حاجه يعني تقادي الطرزات ديالك يعني لكم يجي بحال لكم الاخر، يعني باش تجي تحطي الثوبه عشوائي وتبداي تفصلي، لا ديما قادي الطرزه تجي على اختها يعني لكم يجي بحال الاخر باش ما يجيش مديكالي. صافي دابا غنهني على أربعة بحال ما هكا، نديري على أربعة الطول ديال لكم ديال الكنيانة ديالي عندها 54 سنتيم، 54 عند راسي هنايا باش نخليها 2 سنتيم ما نكفف هنايا بالماكينه، وهاد الطرزه تبقى ليا الفوق يعني ضروري زيدي خلي ديك 4 سنتيم تا 5 لتحت، مابقاش تقطعي هنايا ملي تجي تخيطي، حيت ملي غنجيو نخيطو هنايا كاين هاد العقيق هذا غتولي الماكينه تهرس لينا الابره مع هاد العقيق، ضروري خلي الله ما تخلي الزياده في الحاشيه. قلنا 54 غنزيد 2 سنتيم اللي غتمشي ليا لتحت و سنتيم اللي غتمشي ليا الفوق، يعني 3 سنتيم هي اللي غنزيد، 53 غنديرو 56 سنتيم. وكما العادة قلنا التركيز شحال درنا قبيلة، التركيز غندير هنايا 26، غنهود هنايا 12 سنتيم، غنطلع هنايا بسنتيم وغنهود هنايا بسنتيم ونص، طلع بسنتيم ونص ونهود بسنتيم ونص بحال هكا البنات. والعرض ديالكم كنمشيو على حسب الطرزة، هنايا فيه 20 تقريبا، ما يمكنش لينا نقطعو من الطرزة اللي كاينة فيكم، ونخليو سنتيم عاوتاني ديال الخياطة في الحاشية من ناكلو باش ما ندخلوش في الطرزة في الحاشية. صافي دابا غنجيبو الظهر ديالنا نعبرو عليه نشوفوا لكم واش هو هذاك ولا خصنا زياده. نشد عليه هنايا نعبر، هو هذاك البنات جاني نيشان يعني لكم ديالي مزيان. صافي دابا غنقطع هذا الرقم ديالنا البنات كما كتشوفوا معايا ها هو دابا، وغنجيو اخر حاجه نفصلوها هي شنو هي الدوبلور اللي كيفيني لينا الكول ديال الظهر، هاد الطرف هذا ديال الثوب اللي شاط ليا هنايا غندير منه الدوبلور ديال الظهر اللي كيفي لينا الظهر. دابا نشرح لكم كيفاش غنخيطوه، طريقه كيفاش غنخيطوه. دابا هنايا غندير فيه 8 سنتيم، هنايا 8 سنتيم كنطيحو الكتف ديالنا بحال هكا، نحاول نزيد هنايا شويه لقدام باش يجيني كبير ويفيني لينا الكل مزيان. ثمانية سنتيم نديرو كبير لتحت باش ما يبانش لينا في الكول الداخل، ها هو دابا الضبطين ديالنا البنات هو هذا هو باش كنفينيو الكول ديال المخاوير ديالنا. صافي دابا هذه هي الشياطة اللي شاطت من الثوب، دابا غنوريكم كيفاش غيتفينا بالخياطة، نوريكم على الطريقة كيفاش. عندنا هنايا الظهر كما كتشوفوا معايا كنحطوه على الماكينة بحال هكا،
من بعد ما يتسور جا التوب ديالنا كنشدو الظهر كنحطوه بحال ما هكا. كتحطي الظهر كتحطي عليه الطوفه ديالك بحال ما هكا لوجه مع لوجه. غنديرو دابا بحال الا غنخيطو بحال ما هكا. كتحطي هنايا كتلاصقيه بالماكينه بحال هكا. كدوزي الكتف ديالك هما الاولين كتخيطيهم نخيطوا الكتف ديالنا هما الاولين بحال هكا. دوزوا عليهم ماكينه كما كتشوفوا معايا. المهم معليناش دابا غنوريكم على الطريقه. ملي كتخيطي الكتف هنايا كدوزي الماكينه على الكتف كتخيطي تلاقي الكتف وكتجيبي هذا الدبلور هذا كتحطيه هنايا لوجه ديالو كتحطيه مع لوجه ديال الظهر يعني هكا مقلوب ما كتحطيش هكا. كتجيبي لوجه ديال الدبلور كتحطيه هكا. هذه هي الطريقه باش كنخيطوا حتى البيجامات. كتحطي لوجه مع لوجه ديال الظهر كتحطي عليه بحال هكا وكتعاودي خياطه اخرى من الكتاف. كتعاودي خياطه اخرى كتبداي من هنايا وكتمشي بالماكينه وتدوري تدوري مع الكل وكتمشي كتسالي هنايا. ملي ما كتخيطيهم هذا كيتقلب كيتقلب لك كيعطيك الظهر كيعطيك لهنايا. ملي كيتقلبي كتقلبي البياسه ديالك عاوتاني كتشدي بحال هكا بالماكينه كتمشي معاه سنتيم وكتدوري الخياطه ديالك هنايا وكيجيك الكول ديالك من فين. وكتعاودي واحد الخياطه ملي كيتقلب هنايا كتعاودي واحد الخياطه هنايا عبر الصباط صافي كيجيك الكول ديالك من فين ومصايب. وهذا هو المخاوير ديالنا البنات. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم معايا وكومونتيرات. شكرا لكم وبسلامة عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.